وبنبدأ نشاطنا الرياضية مع فريق النادي الأهلي اللي خسر من ريال مدريد الإسباني بنتيجة 4-1 خلال المباراة اللي جمعتهم في نص نهائي كأس العالم للأندية في المغرب. سجل أهداف ريال مدريد فينيسيوس وفارفيردي ورادريج وهاري باس في الدقائق 42 و47 والدقيقة الثانية من الوقت الضايع والثامنة من الوقت الضايع. سجل الأهلي علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 65، وبكده هيلتقي الأهلي مع فلامينجو البرازيلي يوم السبت الجاي في مباراة تحديد المركز الثالث. أما ريال مدريد فيواجه الهلال السعودي لتحديد المتوج بلقب كأس العالم للأندية. النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني تم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في مواجهة النادي الأهلي واللي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 4-1. فينيسيوس قدم خلال مواجهة الأهلي مستوى فني رائع وقدر يسجل هدف ريال مدريد الأول. الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا وضع برنامج تأهيلي خاص للعيبة علشان يستعدوا لمواجهة شباب بوزداد الجزائري وعلشان كمان يكونوا جاهزين بأفضل شكل ممكن ومناسب. بيواصل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر تدريباته اليومية على استاد الكلية الحربية استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة واللي هتتلعب في مصر في الفترة من 19 فبراير لحد 12 مارس الجاي. شهدت التدريبات حضور الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي فيتوريا ومحمد بركات، وأدت اللعيبة تدريبات قوية وحماسية وظهروا في حالة فنية وبدنية مميزة. فريق مانشستر يونايتد اتعادل مع ليدز يونايتد بنتيجة 2-2 في اللقاء اللي جمع الفرقتين على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات مؤجلة الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي. رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 43 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وليدز للنقطة 19 في المركز السادس. نادي مارسيليا حقق الفوز على حساب غريمه التقليدي باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 في المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس فرنسا للموسم الحالي. بالنتيجة دي تأهل نادي مارسيليا للدور ربع النهائي. اتأهل بوروسيا دورتموند لربع نهائي كأس ألمانيا في الموسم الحالي بعد فوزه على فريق بوخم بنتيجة 2-1 في اللقاء اللي جمع الفرقتين على الملعب ضمن منافسات دور 16 من البطولة. ونانت الفرنسي فاز على فريق أنجي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في المباراة اللي أقيمت ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس فرنسا للموسم الحالي. شارك الدولي المصري مصطفى محمد في المباراة بديلا في الدقيقة 63 من اللقاء وسجل ضربة جزاء لفريقه. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن القائمة المختصرة للحراس المرشحين للحصول على جائزة The Best للأفضل في العام اللي بيتم فيه الإعلان عنها سنوياً، وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم على موقعه الرسمي ترشيح كل من تيبو كورتوا من ريال مدريد وياسين بونو حارس أشبيلية ومارتينيز حارس أستون فيلا. تقارير صحفية كشفت عن إصابة الحارس الفرنسي هوغو لوريس حارس مرمى فريق توتنهام الإنجليزي في مباراة مانشستر سيتي اللي جمعت الطرفين يوم الحد اللي فات ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة البريمير ليج. وأكدت التقارير أن لوريس هيغيب لمدة 6 أسابيع على الأقل بعد ما اتعرض للإصابة في الركبة، وأن الحارس فورستر البديل هيكون الحارس الأساسي خلال الشهر ونص الجايين. خلصت نشرتنا الرياضية ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر وعودة لمنا.